المشير عبد الفتاح السيسي بعد اعلان النتيجه رسميا كان له كلمه مختصره جدا، يعني يمكن لم تتجاوز الخمس دقائق. داليا هسالك من ضمن الكلام اللي ربما يعني مختصر قوي بس بيحمل رسائل، الراجل الحقيقه كان واضح جدا، قال حاجتين مهمين. نمره واحد، لاول مره يذكر صراحه العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وبكده هو خلاص أرسى قاعدة إن هو عايز يكمل مشوار تحقيق ثورة 25 يناير و30/6 كمان في نفس الوقت. زائد قال حان وقت العمل. تفتكري ده هيترجم إزاي؟ لو حضرتك تفتكر من كام شهر كنت مع حضرتك هنا واتكلمنا عن ايه المفروض المشير السيسي او الفريق السيسي كان وقتها كمان لسه فريق، انه ايه اللي لازم يتبناه في برنامجه والبرنامج يكون فيه. انا قلت لحضرتك المفروض لا يعد الناس باي شيء. الحاجه الوحيده اللي يطلبها من الناس، انا عندي 1 2 3 مجموعه من التحديات وتعالوا مع بعض نشتغل عشان نحققها. واظن انه كان من الحكمه بانه فعلا لم يتبنى برنامج ولم يتاجر بشعارات كبيره زي العيش والحريه والعداله الاجتماعيه في فتره البرنامج الانتخابي، لكنه انتظر لحين انه اصبح فعلا رئيس، فبالتالي بقى عنده القدره انه يتكلم هو ده اللي هيكون في برنامجي، اني اضمن لكم العيش والحريه والعداله الاجتماعيه بشرط ان الناس تعمل. وانا اظن ان الناس يعني من التقرير اولا اللي حضرتك عرضته هنا قبل شويه، زائد كمان اللي بنشوفه في الشارع بشكل يومي واستطلاعات الراي اللي احنا بنعملها عندنا في المركز، كلها بتقول ان الناس عندها قابليه اكبر لان هي تصبر وان هي تساهم. يعني هم حاسين ان هم جزء من المسؤوليه، ان المساله هم مش على مقاعد المتفرجين دلوقتي، هم داخل الملعب جزء من اللعبه، ما ينفعش ينسحبوا في اي وقت، خلاص هو تحدي ولازم نكمله.